وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية متأثرا بإصابته في العمد. ما صحة ما ينقل بأن الرجل تعرض لإهمال طبي وأن أطرافا تقف وراء ذلك؟ هل يفرط الرئيس هادي برجاله حتى يمسي بلا دولة وبلا رجال؟ أهلا بكم إلى المساء اليمني. توفي اليوم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد طماح متأثرا بجروحه التي أصيب بها في حادثة استهداف قاعدة العند الخميس الماضي. في وقت سابق بعد الحادثة أجلي محافظ اللحج اللواء أحمد عبد الله التركي ومدير الكلية العسكرية اللواء عبد الكريم الزومحي اللذان أصيبا في ذات الحادثة، أجليا إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج، لكن لم يتم إجلاء اللواء طماح. التحليلات تضاربت حول سبب عدم الإجلاء الطبي للواء طماح، إذ أرجع البعض بقاؤه في أحد مستشفيات عدن إلى سوء حالته الصحية، فيما ذهب آخرون نحو إعطاء الأمر أبعادا سياسية معينة. يقول هؤلاء إن خذلانا في هرم الشرعية يمارس ضد رجال الرئيس هادي المخلصين، كما لو أنه يزيل من أمامه حوائط الصد التي تحميه واحدا تلو الآخر. يتساقط رجال الشرعية واحدا تلو الآخر، وكأن هذه الحرب مصممة للقضاء عليهم أولا. وفاة اللواء محمد طماح رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بعد إصابته في حادثة العند قبل يومين أثار الكثير من التساؤلات، ليستعيد البعض الحديث عن عمليات أودت بقيادات عسكرية كبيرة في وقت سابق بعضها لا يزال غامضا ويحتاج إلى تفسير. بحسب بعض المصادر فإن الرجل لم يتلقى العناية الطبية اللازمة لرجل من قيادات الصف الأول في الجيش الوطني، وسيقت اتهامات للرئاسة والتحالف بالإهمال، الأمر الذي يضع تساؤلات مفتوحة: من المستفيد من رحيل الرجل؟ عملية قاعدة العند أكدت استمرار استهداف رجال هادي المقربين، لكن المشهد بدا وكأن هادي يكمل دائما ما يريده خصومه من خلال الإهمال وعدم الاكتراث وتركهم يواجهون مصيرهم، فهل أصبحت الشرعية تأكل أبنائها؟ طريقة تعامل هادي مع مؤسسات الدولة وقياداتها تنبئ بأن الأزمة لن تنتهي قريبا، وأن الميليشيات الحاكمة في صنعاء وعدن سيكون وضعها مستتبا إلى حد كبير. فالرجل رضى بدور أقل من دور رئيس لجمهورية في حالة حرب، تاركا البلد لأبو ظبي والرياض تنفذان فيها أطماعهما دون أي مقاومة، علاوة على الخصم الأول ميليشيا الحوثي. تنساب البلاد من بين أيدي اليمنيين، ويظهر هادي كما أنه أكثر من يخدم الانقلابيين بسوء إدارته وارتهانه الكامل للتحالف، فهل لهذا المشهد من أفق؟ يتساءل اليمنيون. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي في الاستوديو فيها دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. إذا دكتور، تابعنا وإياك وفاة لواء محمد صالح طماح رحمة الله تغشاه، كذلك رحم الله كل من قضى بحادثة العند. دكتور، يعني لو نبدأ، كيف تابعت ما حدث بالعند بشكل عام وانتهى بوفاة رئيس الاستخبارات العسكرية؟ أولا دعني أقول أن يعني وجود طيران الدرون أو الطائرة المسيرة في الجغرافية اليمنية تطرح أكثر من سؤال، لأن لدينا معلومات دقيقة للغاية تقول أن حتى الجراد إذا ما طار في سماء الجمهورية اليمنية يكون تحت الرصد من قبل الأقمار الصناعية. وبالتالي أنا لا أتكلم الآن عن نظريات مؤامرة، أتكلم عن وقائع وحقائق وعلينا التعامل معها بجدية، لأن أعتقد أنه وأتحمل مسؤولية ما أقول أن هذه الطيارة أو الطائرة اللي من غير طيار مثلها مثل الاتفاق الذي تم من أجل الانسحاب من عدم من قبل الحرس الجمهوري، أي أنها وفق الاتفاقيات لأهداف تتعلق ببقاء الإمارات في عدن، لأنها تخلط الأوراق
تصفي تنقي الجغرافيا الجنوبية من كل الموالين للسلطة الشرعية، تنقي كل الشخصيات المتمكنة والتي لديها ملفات، وبالتالي هي أرسلت رسالة. أنا يعني لدي معلومات دقيقة، ليس كشخص لكن لدينا معلومات دقيقة، أن مثل هذه الطائرات عندما تنطلق تكون مراقبة، لكن هنالك من اتفق أو ترك لها المجال لتصل إلى الأهداف، وهذا يعني أن الجغرافيا في الجنوب، السلطة الشرعية بيئة غير قابلة لاستقبالها، بيئة غير قابلة لعقد اجتماع مجلس النواب، بيئة غير قابلة إلا للجماعات المتطرفة، وهذا يجعل من بقاء الإمارات ضرورة جبرية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحكم أن هناك مخاطر وأن الوضع غير أمني، وبالتالي هذه مسببة حتى الدولة اليمنية إذا السلطة الشرعية طالبت بخروج الإمارات، الإمارات سوف تقوم بعدد من هذه العمليات، لأن هناك اتفاقية غير معلنة بين الولايات المتحدة والإمارات للتنسيق لمكافحة الإرهاب. وستلاحظون قبل حوالي 4 أو 3 أشهر عندما تمت عملية وتم إعلانها في الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك عملية تم التنسيق بينها وبين دول التحالف، وتم قصف مواقع للجماعات الإرهابية. بالتالي هنا هذه العملية نحن ليس لا نتحدث بمؤامرة، نحن نتحدث الآن عن عملية تأثيث وعملية تحكم في الفوضى المنظمة في المناطق الجنوبية. الرجل قائد الاستخبارات، أولا هذا تحدثنا أولا على الطائرة، الطائرة يعني جاءت هذه الطائرة وكانت يعني يا بالاتفاق كما تم الاتفاق بين الحرس الجمهوري والإمارات بالانسحاب نحو المناطق الشمالية، وبالتالي تم دخول دول التحالف العربي وتم الحديث أن الجنوبيين حرروا المنطقة وأن كانت اتفاقية، وبالتالي انكشفت الأمور وبالتالي دخلت الإمارات واستولت على المنطقة وفق صفقة. هذا في الطيران يا تم، ولا أعتقد أنه تم، أنا أعتقد أنه تم الاتفاق لأنها كانت تحمل متفجرات لم تأتي للتصوير، جاءت لقصف ولديها معلومات وفي التوقيت وبالزمان وبالشخصيات إلى أهم قاعدة. بالتالي هذا يعني أن الإمارات قامت بعملية تعزز من مكانتها وتعطي رسالة للغرب وللولايات المتحدة أنها صمام أمان لمكافحة الجماعات المتطرفة، وأن هناك مخاطر على مين، على مضيق عدن، وهناك مخاطر على سوق قطرة. هذا عنصر. العنصر الآخر المتعلق يعني قائد الاستخبارات، هذا رجل ليس عادي، هذا قائد استخبارات اللواء محمد طماح. طبعا هذا قائد استخبارات، بالتالي إذا كانت المملكة العربية السعودية نقلت الرئيس صالح وهو عبارة عن جثة هامدة، فكيف بقائد استخبارات لديه كثير من الملفات، لديه كثير من المعطيات العسكرية في المناطق الجنوبية، وبالتالي تركه في الداخل هذا نوع من أنواع التصفية ونوع من أنواع تصفية كل أولئك الذين لديهم عقيدة عسكرية، حتى وإن يعني عقيدة عسكرية ولديهم يعني شخصية عسكرية أو لديهم يعني لا يتماهون مع ذلك المشروع. بالتالي ترك الرجل وهو قائد استخبارات، نحن في العالم كله نعرف أن رجل مخابرات بسيط لا يمكن تتركه لأن لديه ملفات، وهو مخبر صغير بمعنى واحد مخابرات يعني في أقل السلم، لا تتركه في يد الأعداء أو في يسقط أو لأنه ممكن يحمل ملفات، لديه معلومات، لديه وثائق. هذا قائد استخبارات عسكرية، يعني ملف المناطق الجنوبية برمته، ملف المناطق في مارب، بالتالي هناك نحن نحمل الشكوك لأن لسنا أمام يعني أنت ترى أن الحادثة وما بعدها أيضا أولا أنا يعني يؤكد هذه الشكوك. أنا أؤكد لك وأتحمل مسؤولية ما أقول، ولا أتكلم بكلام بمعنى اللي هي نظرية المؤامرة، أن هذه الطيارة لم تأتي يعني ليس قوة للحوثيين، الحوثيين لديهم، لأن الحوثيين تبنوا الهجوم والجيش الوطني يتهم الحوثيين في ذلك. نحن نعلم بالاتفاق بين الحراك الجنوبي والإمارات
وانسحاب والتنسيق اللي يتم بالإمارات وانسحاب الحرس الجمهوري نحو الشمال أثناء دخول قوات التحالف العربي. نحن نعرف بالتنسيق الذي كان يقدم المعلومات بالبيضاء عن طريق الإمارات وجماعة صالح في الإمارات أين مواقع الجماعات المتطرفة، للحديث أن هناك جماعات متطرفة من كان يعطي الإحداثيات في البيضاء غير الجهاز الأمن القومي والجماعات الاستخبارية التابعة للرئيس السابق صالح. دعنا من نحن لا نتحدث عن مؤامرات. ثانيا، أنا التقيت مع بعض القيادات العسكرية من مارب وقمت هنا في إسطنبول وقمنا بالحديث معهم حتى في مارب. للأسف الشديد تحدثنا مع بعض الشخصيات وقلنا لهم يعني لماذا أنتم يعني، وهذا ربما الجمهور اليمني يصدم بما سأقوله، قلنا لهم لماذا أنتم يعني صامتون، لماذا لا تطالبون بخروج الإمارات، لماذا تستلمون؟ قال نحن إذا خرجت الإمارات وأخذت الباتريوت راح نكون عرضة للصواريخ الحوثية، بمعنى أنه مصير هؤلاء مرتبط بهم. بالتالي هم سيطروا ليس فقط على المناطق الجنوبية، أيضا معسكراتنا في مارب، معسكراتنا في كل المناطق يعني ستكون أهداف سهلة للحوثيين في حال مثلا غياب الباتريوت الإماراتي والسعودي. إذن أنتم وإذا لم يتم التحرير بطبيعة أيوة هذا العنصر الاثنين. العنصر الثالث، أنت في التقرير سمعت أنه قلتم ولو أنه نحن لا نحرق الأوراق، قلتم أن الرئيس فرط برجاله. الرئيس فرط بالدولة، الرئيس لم يفرط برجاله، فرط باليمن برمتها، فرط بسيادتنا، فرط بكرامتنا ببقائه في الرياض 4 سنوات. ليس في الرجال، جمع حوله مجموعة عيال صغار، عيال نقولها معلش يعني هم مجموعة عيال، مجموعة من منظومة الفساد، ويعيد إنتاج كل الجماعات الفاسدة. رجل أجل حتى لقاء البرلمان الأخير، لديه شخصية مفروضة ويريد فرضها، وأجل اللقاء، لا يعني لم يعد إلى الداخل. عين رئيس وزراء بمهام سكرتير شخصي الدول التحالف، بقيت في الرياض 4 سنوات. هذا فرط في بلد، بالتالي كيف لا يفرط في رجال؟ إذا كان فرط بنا نحن 25 مليون يمني، والآن في السويد في اللقاء الأخير فرطوا بالمرجعيات الثلاث، فرطوا يعني الآن نحن دخلنا، نقول اليمنيين دخلنا مرحلة أنه لا مرجعيات ثلاث ولا حديث أنه لدينا 2-2-1-6. طيب سنعود إلى هذه النقاط، لأن هناك أيضا من يدافع عن ما يحدث، أو على الأقل يقول أن الرئيس يقوم بما يلزم في المساحة التي لديه، طيب لكن قبل ذلك دكتور دعنا نشترك متر في اليمن يساوي ملايين الكيلومترات في الرياض. طيب دعنا نشك معنا في الحوار من ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد. أرحب بك أستاذ شفيع. إذن حادثة مؤلمة لوفاة رئيس هيئة المخابرات العامة، وكذلك 4 شهداء في أو 4 جنود في قاعدة العند. هناك تأثر بإصابة رئيس المخابرات ما أدى إلى وفاته، تعتبر هذه ضربة كبيرة ل الرئيس هادي، على الرغم من أن في المقابل الرئيس يعني المتحدث باسم الجيش يقول أن الحوثيين فشلوا في هذه الحادثة وهذه العملية. كيف تقرأ أنت الحادثة بشكل عام؟ العزال للوطن ولمشروع استعادة الدولة في استشهاد اللواء محمد صالح طماح ورفاقه في حادثة المنصة العمد. نحن في معركة مستمرة مع الحوثيين بهدف استعادة مشروع الدولة، وكل طرف يفترض أنه يعمل في هذه المرحلة باتجاه استكمال الأهداف التي يناضل من أجلها. ما يحدث هناك في حالة إخفاقات كثيرة جدا في صفوف الشرعية، وتحديدا فيما يتعلق ببناء جيش وطني متكامل. ما يحدث لدينا حتى اللحظة هي جهود مبعثرة هنا وهناك، لم نصل إلى استكمال بناء الجيش الوطني على أسس وطنية تليق بمشروع استعادة الدولة. نخسر كل يوم كادر من الكوادر، بدءا من جعفر محمد سعد والشدادي وأحمد الأبارة وآخرهم، أو لم يكن الأخير محمد صالح طماح، طالما وميليشيات الحوثي مستميتة في الدفاع عن مشروعها، مستميتة في الدفاع عن أهدافها، مستغلة أيضا حالة الوهن والأخطاء الموجودة في صفوف الشرعية والتحالف العربي. وأقولها لولا هذا التخاذل ولولا الضعف الموجود داخل جسد الشرعية، وأيضا لولا انحرافات التحالف العربي عن تحقيق أهدافه، لما استطاعت ميليشيات الحوثي أن تصل إلى استهداف الجيش اليمني في عرض عسكري داخل قاعدة يفترض بها أنها مؤمنة من كل الاتجاهات، من البر ومن الجو كذلك.
ايضا هناك كثير من الغموض يكتنف، مثل عمليات هذه التي تستهدف افراد الجيش او قيادات الجيش اليمني، كوكبه الجيش اليمني، وكانه يراد للجيش اليمني ان يتم افراقه من اولئك الذين يتبنون مشروع بناء جيش وطني حقيقي، لنبقى في دائره الصراع المستمر، صراع اعاده انتاج ذات الادوات الفاسده التي اوصلتنا الى هذه المرحله اليوم. الحادثة هذه يفترض أن تفتح تحقيق جدي أو يفتح تحقيق جدي باتجاه الوقوف على الأهداف والأسباب. لماذا حدث كل هذا؟ ولمصلحة من الذي يدور؟ بالتأكيد هو المصلحة ميليشيات الحوثي والمصلحة مشروع اللا دولة. إذا يفترض بأننا في إطار مشروع استعادة الدولة أن ننطلق نحو إيجاد آليات جديدة نفكر بها واستراتيجيات بهدف إيجاد قوى حقيقية على الأرض وتنطلق من منطلقات وطنية، بهدف إيجاد خطوة أولى على طريق استعادة الدولة، الحلم الذي ينشده كل اليمنيين. لكن بهذه الطريقة التي يتم العمل بها منذ 4 سنوات، وكلما صعد إلى واجهة المشهد العسكري أو الأمني قيادي يعول عليه، يتم استهدافه هكذا، ويقدم ثمن للفرار، ثمن للا شيء. إذا المرحلة حساسة وموجعة أيضا بالنسبة لليمنيين قاطبة الذين يتطلعون إلى استعادة الدولة. لابد من خطوات كما أسلفت، خطوات حقيقية باتجاه إعادة النظر في كل هذه المنظومة الموجودة. طيب في هذا السياق، يعني كما أيضا لاغتيال اللواء طماح كرئيس لهيئة الاستخبارات العسكرية، ولكونه قيادي جنوبي له وزنه يعني وله تاريخه أيضا، الذي في نهاية المطاف اختار الوقوف مع صف الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، هل لوفاته علاقة بذلك كما يشاء؟ محمد صالح طماح كان من أبرز القيادات التي وقفت في صف الحراك الجنوبي منذ اللحظات الأولى، وكذلك المقاومة الجنوبية، ووقف أيضا في صف مشروع مناهضة مشروع استعادة الدولة لمناهضة ميليشيات الانقلاب. لا نستطيع أن نقول هناك يعني نلغي باللائمة أو اللوم على طرف معين في استهداف محمد صالح طماح، لكن كما أسلفت لابد من فتح تحقيق جدي، ولا تذهب هذه العملية بمجرد أنها كما يريد أن يصفها الإعلام بأنها عملية إرهابية. من غير اللائق أن نصفها بالعملية الإرهابية، لأننا في معركة حرب، في معركة حرب، حرب مفتوحة مع العدو. أيضا هناك في حالة من الاختلالات الداخلية داخل المناطق المحررة، ربما سمحت أو تسمح بحدوث مثل هذه الاستهدافات لكثير من الكوادر العسكرية والأمنية، التي ما زال الغموض يكتنف أسباب ونتائج الأسباب التي أدت إلى سقوطهم. ما في أي معلومات كافية حتى اللحظة. هناك تضارب في الأنباء، لكن في النهاية هي خسارة موجعة كانت لمشروع استعادة الدولة أو لنا في الجنوب كحراك جنوبي أو مقاومة جنوبية. مسألة حالة من الخسارة الكبيرة. محمد صالح طماح واحد من أولئك القلائل الذين أرادوا الاستفاف إلى جانب مشروع بناء جيش وطني حقيقي، لكن هذه النتيجة الموجعة التي وصلنا لها اليوم، مثل ما حدث مع محمد جعفر محمد سعد وعلي ناصر هادي وإلى آخر وعمر سعيد الصبيحي وأحمد سيف اليافعي، قائمة طويلة جدا، وأيضا بالضفة الأخرى عبد الرب الشدادي وأحمد الأبار، هؤلاء كلهم كان لديهم مشروع حقيقي هو بناء جيش وطني. هذا يعيدنا إلى اللحظة التي سبقت مؤتمر إنقاذ اليمن الذي عقد في الرياض في 2015، عندما كانت اللجنة التحضيرية تجتمع، كل أعضاء اللجنة التحضيرية والتي كانت ممثلة من أفراد من مكونات القوى السياسية اليمنية المختلفة، كانوا يدركوا وما زالوا لعلهم يدركوا حتى اللحظة لماذا رفضت نقاط محددة طرحت في بيان إعلان الرياض، من ضمنها بناء جيش وطني قوي. لماذا قدمت لهم بدائل أخرى من قبل الإخوان في التحالف العربي إن يتم الاستعاضة عنها ببناء جيش دفاعي؟ هذا كله يضع كثير من المفاهيم، ويضع كثير من الاستفهامات حول ما هي الخلفيات التي وراء اغتيالات العدد الكبير، عدد الكم الهائل من القيادات العسكرية التي يعول عليها في بناء جيش وطني يمني. هل يراد إفراغ الجمهورية اليمنية من الكوادر العسكرية التي يعول عليها في التصدي لمهمة بناء جيش وطني، وبالتالي نظل معتمدين على الغير ونظل في دائرة الحفاظ على يعني في مرحلة ألا دولة؟ هذه كلها تساؤلات افترض من المختصين بالشان اليمني، مختصين بالشان السياسي، وعلى رأسهم القيادة السياسية والحكومة اليمنية أن تضع كثير من الإجابات لهذه التساؤلات التي تحيط مثل هذه
الجرائم، يعني اقول جرائم حقيقيه لا تتعلق فقط باستهداف قيادات الجيش وانما تضرب مشروع استعاده الدوله اليمنيه في صميم. اشكرك وكيل وزاره الشباب والرياضه الاستاذ شفيع العبد، كنت معنا على الهاتف من القاهره. اعود اليك بهذه النقطه دكتور عبد الباقي، كيف تعلق عليها مساله يقول الاستاذ شفيع ان هناك كان نقاط تم الاتفاق عليها وتم فرضها بشكل او باخر في مؤتمر الرياض الذي اقيم في بدايه عاصفه الحزم عام 2015؟ اولا دعني ساعود لسؤالك بس بثواني، ليس هناك جهود مبعثره، هناك عمليات عبثيه. هو قال لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ الأمر واضح ومعروف وجلي للإمارات العربية بصفة مباشرة في المنطقة الجنوبية وللمملكة العربية السعودية. نحن لا نتحدث ولا نحمل حقد ولا نتحدث ب، ولا يعتقد المشاهد أننا مصطفين مع قطر، لا علاقة لنا بقطر، وإذا قطر وقفت يوم ضد المصالح اليمنية سنقف بنفس هذا الموقف. لذلك نحن أمام يعني لا نتحدث احنا ايضا بتحليل صحفي، نحن نتحدث بتحليل جيوستراتيجي في حاجه اسمها اللا دوله، خلق اللا دوله، ايجاد فاعلين غير الدوله. مؤتمر الرياض شكل يعني بياناته تشكل خطر على، كانت لا تلبي ولا تستجيب لمصالح دول التحالف، دول التحالف العربي كانت تريد لها مصالح استراتيجيه، هذه المصالح الاستراتيجيه أول عناصرها إيجاد الفوضى المنظمة وإضعاف السلطة الشرعية وإيجاد اللا دولة. يعني بمعنى هذا، شوف، إيجاد الأحزمة الأمنية، إيجاد النخب، إيجاد يعني فاعل سياسي غير الدولة، إيجاد تفجيرات، اغتيالات، خلق أزمات، هذا كله مربوط. هذا شوف هذا كلام مش يعني نحن ندرسه في الجامعة، هذا هذه العمليات الفوضى المنظمة وكيفية تضعف دولة وتخليها مجموعة من الفاعلين ومراكز القوى. الإمارات تلعب وتسيطر على كل هذا لأن الكل يستلم فلوس منها، وزراء يستلم من مجلس الانتقابي الجنوبي، النخب تستلم منها، الحزب الأمني يستلم منها، اللي يغتالوا يستلموا منها، اللي يقاموا بتصفية الأئمة حق الجوامع يستلموا منها. إذن هي تتحكم بهذه اللعبة إلى أين؟ بالنسبة للعسكريين حتى الذي يقول ربما هذا كان قيادي جنوبي، أي رجل عسكري عقائدي حتى وإن كان مع الحراك الجنوبي لا يمكن، حتى لو مال نظرا لضعف الدولة، حتى لو كان مثلا لديه مطالب جنوبية، هذا يحمل عقيدة لا يمكن له أن 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 يقبل بإيجاد بليشيات منافسة، ولا ويمكن الحوار معه لإيجاد جيش وطني يمني من سلم إحداثيات الشدادي اللي تم تصفيته. لماذا تم تصفية كل الشخصيات العسكرية العقائدية الوطنية والمتمكنة؟ هذه عملية واضحة. أنا لو سمحت يعني أعطيني بس ثواني أعطيك بعض المؤشرات طب. لتنقية المجال الجنوبي، طرد أبناء الشمال، تنقية المسجد، تنقية كل الأئمة والجماعات الإسلام السياسي المعتدل، عفوا السلفية المعتدلة، اخرج، إضعاف الأحزاب السياسية حد الاختفاء، سجن كل السجن وإضعاف كل الشخصيات من المقاومة الجنوبية اللي حرت عدن. بعدين ننتقل إلى تصفية القيادة العسكرية، بقاء الرئيس خارج الرياض، إضعاف الحكومة ومحاصرتها، إضعاف الوزراء. في مرة من مرات الوزراء كانوا يعملون على ضوء الولاعة، وكان محافظ عدن يوقع الأوراق بالولاعة، ما عندش كهرباء، يقطعوا الكهرباء عليه، سكنوا الوزراء 5 في غرفة. هذه كل العمليات مدروسة وكانت عمليات مقصودة. هناك محاولة الوصول إلى القصر الرئاسي، هناك منع الوزراء من الوصول لشبوة، هذه كلها عمليات غير كافية. واحد يأسس لك يعني لما يقول الرئيس تخلى عن رجال، تخلى عن بلد، يعني الآن تفجير، يعني الآن عدن راحوا سوق قطرة، الآن في عمليات تسليم جنسيات لسوق قطرة، يعني تجاوز للدولة وتعامل كدولة احتلال. لديك الآن يعني نحن أمام، لكن أمام كل ذلك دكتور، اليمنيون لا يقدرون على أن يتعاملوا مع الإمارات بشكل مباشر، يتعاملوا مع أي طرف بشكل مباشر. يقولون الآن هم يحملون مسؤولية للشرعية التي يدافعون عنها في كل مكان. يعني هل من المتوقع أو هل من المقبول أن يتم التعامل مع جيش
قلنا لا يستطيع بهذا الشكل أن يحمي أيضا أفراده العسكريين. أنت عندما يكون الرئيس حوله مجموعة من العيال الصغار وليس لديه مستشارين، ورجل يعني يقال إنه ينام حتى الظهر ثم يصحى ويستيقظ ويعني يستفيد من علي عبد الله صالح، كان لا ينام الرجل، على الأقل يعني يستفيد منه هذه خلال بقاء أكل مستيقظ. نحن الشعب يموت، 25 مليون سلمتم الآن، قضيتم على 2016 انتهى مع السويد، خلاص لا حديث الآن، أنت ند لند مع الحوثيين، لا تقول لي انقلابيين، عيب نضحك على الجمهور نقول الانقلابيين الحوثيين، نحن نتحدث عن طرف غير الدولة، طرف ند لك، لم تستطيع سيسلم لك ميناء الحجة على بعد فترة طويلة، وسيدخلون وتسلمون عبر ضغط دولي، ند لند يعني لم تهزمني، بالتالي هذا طرف سلطة واقعية، وأن ثم تنتقل للحل السلمي الكلي. شوف يعني السلطة ارتكبت كارثة وطنية، كارثة وطنية. أولا مؤتمر الرياض استخدموا شماعة لإضفاء للتدخل العربي، التحالف العربي اليمن، ثم أعطوهم بعض من الأموال وهلكوهم، ثم يستدعوا أعضاء البرلمان يعني يستلموا بعض المبالغ ثم عودوا دون ما يكون في سلطة شرعية، ثم سحبت منه الجغرافية في الجنوب. طيب الآن أنت ليس لديك جيش وطني، جيشك الوطني تقدم إلى قبل يومين الآن في قصف لقوات في الجوف، تقدمت قصفوها طيران التحالف لأن هناك خطوط حمراء، يعني هم أصحاب السلم. رئيس جمهورية بعد 4 سنوات لا يمكن له يحدثني رئيس جمهورية بعد 4 سنوات هو في الرياض يتحدث عن شرعية، عيب. نحن يعني لا يمكن لك تقول لي شرعية، لا يمكن لك تتحدث عن شرعية وأنت في الرياض، لا يمكن لك تتحدث عن شرعية وأنت بلا برلمان، لا يمكن لك تتحدث عن شرعية شعبك يموت، لا يمكن لك تتحدث عن شرعية وأنت تقودنا بهذه العبثية. يعني الآن هل يتوقع يعني عندما سلم عدن وانسحب، يا أخي يرجع عدن، خذ متر في تعز، خذ مترين في مارب، لكن سلم يعني صحيح أن الطيران الإمارات دحين الخطير في الإمارات الآن الخطير، وعليه حتى يستطيع رئيس الجمهورية الآن مثلاً إنه يزيل الإمارات أو مثلاً يطلب بإنهاء مهماتها. الإمارات جاهزة، الإمارات الآن لديها جماعات للتصفيات وعمليات قاعدة وإرهاب وجماعة ملتحيين، لأن هناك اتفاقية. وشوف لاحظ حتى الأمريكان يعني يريدون البقاء اليمن للاستنزاف المملكة العربية السعودية. أنا كنت أستمع اليوم لأحد المفكر يعني السياسيين اللي تركوا السلطة، قال إنه حتى الملف القطري يعني كشنر يعني يلعب به وزير الخارجية، وزير الدفاع، البيت الأبيض، الملف اليمني أكثر من جهة في أمريكا تلعب به بالتواصل مع الإمارات، مش الولايات المتحدة الآن مجموعة من مراكز القوى. لذلك الإمارات ملف الإرهاب وحتى السعودي الأمريكا إذا اتخذ البرلمان أو مجلس النواب الأمريكي بعدم دعم دول التحالف بالسلاح سيدعمها لمكافحة الإرهاب، سيدعمها من بوابة ثانية مع الإمارات. بالتالي وربما هناك حوادث الآن، ما حدث في البيضاء يكون بوابة لذلك. البيضاء وتعز تعز تعز الأخطر، ونحن نتحدث دائما تعز وتعز قادمة، لأنه تعز هي حيقع فيها التصفيات. لكن الآن لكن هناك نقطة أيضا يا دكتور، يعني الآن نحن نتحدث عن أداء الجيش هنا، يعني الجيش إلى الآن منذ أن بدأت العمليات العسكرية سواء في إطار المقاومة أو بداية تكوينات الجيش الوطني إلى اليوم ليس هناك تعامل واضح مع الإعلام اليمني، ليس هناك مؤتمر صحفي دوري يقوم به الناطق باسم الجيش ليتحدث للإعلام ما الذي يحدث بالضبط، ليس هناك من تطمين على الأقل. يعني حتى عندما حدثت هذه الحادثة يقول أن ميليشيا الحوثي فشلت، كيف فشلت وهي قامت ب يعني في النهاية العملية مهما كانت تسببت باستشهاد 4 جنود ومن ثم توفي رئيس الاستخبارات العسكرية متأثرا بجراحه. أنا كما قلت لك وأتحمل مسؤولية أن هذه العملية يعني تنسيقية توافقية تم الاتفاق عليها لإيجاد فراغ ولا أمن في المناطق الجنوبية، بما يجعل الواقع في الجنوب غير مستقر، غير صالح لإقامة السلطة الشرعية، غير صالح لأعضاء مجلس النواب. بمعنى مجلس النواب إذا اجتمع هي طائرة من غير طيار كما الآن يقول لك الحوثيين، وتكون بالاتفاق مع الإمارات. بالتالي هذا الذي يحميك والذي هو بجانبك هو الذي
يرمي عليك القنبله او يعطي أو يضع. طيب هل يجب كيف يجب التعامل مع هذه الرسائل؟ المساله الان ما هيش مساله حوادث فرديه، الان نحن امام معضله كبيره جدا. هذا رئيس الجمهوريه اخذنا نحو وضع معقد بمعنى انه ترك المناطق الجنوبيه للامارات تفعل ما تريد، وكان يخطط ويهندس وكانه في حاله استقرار. كان علي عبد الله صالح جنبه يخطط يهندس وهو في حالة سيطرة، لأنه عنده حرس جمهوري، عنده أمن قومي، عنده الأمن السياسي، عنده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عنده الفلوس يمد، وعنده فريق تسد مع القبائل. أنت في مرحلة حرب، كيف تترك المناطق الجنوبية مفتوحة للإمارات؟ اثنين، كيف يمكن لك تحدثني عن استعادة سلطة وأنت في السعودية؟ ثلاثة، كيف تترك يعني خروج المقاومة الجنوبية خارج من داخل الجغرافيا؟ ثلاثة، كيف تترك الحراك الجنوبي يتحرك بهذا الشكل؟ يعني كثير. ثم قد يعني رئيس التوجيه المعنوي يقول لك أنه هناك يعني تعز يعني لم يتم اتخاذ قرار تحريرها، وهناك سلوك غامض. مش غامض، هو في تصريحات قال أيضا خلال قبل يعني في نهاية العام الماضي قال للقناة، يتحدث على أنه هناك قدرة للجيش على أن يقوم بتحرير المناطق اليمنية، لكن القرار ليس بيده. المسألة ليس مرتبطة الآن بالطيران بطمح، هي عملية كلها مترابطة. جيش وطني وفقا لعلم علم الاجتماع العسكري كيف يمكن تحبط معنوياته؟ ضعه في 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 المعسكر أو في الحدود واهمله، وهو عنده استعداد، خاصة أنه أثناء الحروب يكون هناك استعداد. شوف، بعطي للجمهور اليمني بعض المقاربات. نعم دكتور تفضل. اليابان عندما تم إعادة بنائها كانت بعد حرب، ومشروع يعني هذا يعطي روح معنوية عند الناس، يشتغل بكثافة. ألمانيا مشروع آخر بعد الحرب انتعشت. العراق بعد الحرب لما كان أثناء الحصار وهو عنده إحساس، عنده ما يقارب مجندين بالملايين، كان يشتي يعمل يعني شق للفرات، شق. الغرب كان يعرف الروح المتوفرة والاستعداد عند الجماهير للتضحية وللعمل يعني لبناء الوطن، وكان بدأ يعمل مشروع زراعي. هم قاموا بحصاره على السنوات لإضعاف هذا الاستعداد وهذا المتوفر. في اليمن الجيش اللي تأسس وطني أوقفوه على تخوم صنعاء، أوقفوا عند مارب، خلوه ينتظر المرتب شهر شهرين، نوع من يعني يخلي مطالبك كما المواطنين. دب الغاز جت، يعني يعيدوا إلى احتياجاته الأساسية، يعني رجعوا إلى 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 إلى, إلى مطالب حياتية. عملوا فيها الفساد عند الضباط، الفساد يعني عندما يكون في فساد، تعميم الفساد للضباط الكبار، فضربوا بهذا الشكل رمزية. يعني نحن أمام طيب. طماح على جيشنا في مارب، على جيشنا في تخوم صنعاء، على حكومتنا في الرياض، على وزراءنا اللي في الخارج، على أعضاء البرلمان اللي هم الآن يعني تعال روح، تعال خد، ما يقولوا إيش، تعال لهناك. يعني إيش التعامل؟ طيب هذا ما يجعل من أهمية، يعني يدفع أهمية كبيرة في سياق تخليد هؤلاء الرموز الذين يسقطوا لأجل هذا الوطن ولأجل اليمنيين جميعا. في هذا السياق دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الناشطة المجتمعية سمر ناصر عبر السكايب من نيويورك. سمر، أنت لك يعني حديث عن اللواء طماح رئيس الاستخبارات العسكري الذي توفي رحمة الله تخشى، حدثينا عن أبرز ما الذي يمكن أن يقال في هذا السياق. طبعاً الله يرحمه وعظم الله أجر الأسرة، وبشكل عام نعزي في اليمن وبشكل عام في يافع. لكن عم صالح طماح أو محمد صالح طماح كان طبعاً جواز أمريكي، كان أمريكي يمني، و كان بحاجة خدمة وطنه، وهمه فعلا كانت هم وطن. فراح للسعودية وحصل على تعيين لخدمة وطنه رسميا، وقتل في للأسف الشديد قتل في أكبر معسكر في اليمن تحت أيدي الحوثيين. والشخص هذا كان شخص من أبرز الأشخاص ووطني، ويعني كلمات ما أقدر أوصف لك، بس للأسف الشديد المخلصين ما فيش أي مكان للمخلصين في بلدنا. وهذه يعني صراحة هي صعوبة الوضع العام بطبيعة الحال لليمن واليمنيين عموما في هذه الأوقات. طيب
في هذا السياق، ما الذي دفعه إلى العودة إلى البلاد في هذا التوقيت وهذه الصعوبات الكبيرة في نهاية المطاف، ونحن يعني الجميع خاصة الآن بعد وفاته قرأوا عن سيرته، عن أسباب خروجه أساسا أيضا من اليمن؟ طبعا خرج من نيويورك قبل فترة قريبة، يعني مش بعيد صراحة، وكان في السعودية، وكان عنده لقاءات بين الحكومة وبين هادي، الرئيس هادي أيضا، أنه يتم لملمة الجنوبيين بشكل عام على قولته. فعلا لما تكلم معي قال أنه هذه الاجتماعات كان من أجل أنه يعني نكون يدا واحدا من أجل اليمن. والحمد لله يعني حصل نجاح، على أساس أنه قال أنه إذا ما كانش في نجاح في الاجتماعات في الرياض فبيرجع لنا قريبا لنيويورك، وللأسف ما رجع وقتل. وخسارة زي ما قلت لك، خسارة كبيرة بالنسبة لنا. رحمة الله تخشى. طيب في هذا السياق، يعني أنت الآن أعطيتينا معلومة جديدة على أن جنسيته أمريكية، أليس كذلك؟ لديه نعم. جنسية أمريكية. نعم عنده جنسية، نعم جنسية أمريكية يمنية، وأنا عندي كمان أوراق بنته أيضا معي، معاملة أسرته للولايات الأخت بنته أم سوري بنته للولايات المتحدة، ولكن يمكن بيكون في تأثير لهذا الملف كون أنه ملف للهجرة. ونعم هو جنسية أمريكية، فلهذا السبب أن احنا كمان أنه هو مش بحاجة أنه يروح لليمن صراحة، هو كان بسهولة أنه يجلس في الولايات المتحدة براحته، وبيكون يعني بيكون عنده عيشة كريمة، لكن هدفه كان خدمة اليمن. ورجل عظيم يعني صراحة، مش كثير يعني مش أشخاص كثير يتركوا هذا البلد ومن أجل أن يدافعوا في جبهة أو يدافعوا من 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 للحكومة أو بشكل عام من أجل اليمن، لكن همه من تاريخه، أنه من تاريخه، من القضية الجنوبية دافع عليها، في القضية اليمنية، السيادة اليمنية، الحكومة اليمنية الشرعية يدافع عليه، حصل مواقف كثير. فهذا شخص يعني خسرنا صراحة، كل الأطراف خسرت في اليمن بوفاة عن الطماح، و صراحة نعم سمع. طيب الآن دكتور يريد التعليق على بعض النقاط التي تحدثنا من خلال هذه المناقشة، تفضل دكتور. وطبعا هي تحدثت عن جنسيته الأمريكية، وهذا في غاية الأهمية، وللأسف الشديد نحن لا ننتظر التحقيق من السلطة الشرعية بما هو فعليا لم يعلن عن تحقيق، يعني حتى التحقيق، لكن تستطيع سمر ناصر أن تتبع تحقيق. نحن طبعا للأسف هو مواطن يمني وقيادي، ولكن حتى نكشف الأوراق تستطيع أن تحرك الملف وتطلب بصفته مواطن أمريكيا معرفة أسباب تصفيته وكيف تم تصفيته. نحن لاحظنا طالب ألماني في مصر كيف تحركت السفارة الألمانية وأخرجته من مصر بعد تنازل عن الجنسية المصرية، وبالتالي كمواطن أمريكي وفقا للدستور الأمريكي أن حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواطن قد يحرك السفن والأساطيل، وبالتالي تستطيع هي أن تحرك الملف كمواطن أمريكي. للأسف الشديد لأن الإمارات ستقوم بتعويم الملف الرجل، نحن نريد كشف وجمع وثائق، حتى وإن استخدمنا هذه الطرق الالتوائية، ورغم أننا ندرك، أنا رغم أني لا أحتاج لهذا، نحن عارفين الذي صفاها الإمارات العربية المتحدة، نحن نريد في نهاية المطاف العدالة، ندير العدالة، ندير الوثائق، ويمكن طيب. ويمكن من الاستفادة من جنسيته. طيب هي سمر ناشطة في المجتمع، يعني في المجال وفي السياسة الأمريكية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالجالية اليمنية هناك، هل يمكن يعني إلى أي مدى يمكن التحرك بما تفضل به الدكتور سمر؟ بصراحة هو الدكتور تكلم على الإمارات ومؤامرة هذه، صراحة أنا ما أقدر أتدخل في هذا الشيء، لأنه للأسف الشديد طبعا تاريخ اليمن كلها مؤامرات يعني بشكل عام على لا على أنا قصدت فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف بداخل الولايات المتحدة الأمريكية ومسألة التحقيق في سياق ما حدث في العند.
لحد الآن مش عارفين، لحد الآن ما تواصلت مع مثلا الستيت ديبارتمنت اللي هو الوزارة الخارجية بخصوص هذا الموضوع، ولكن أنا متأكدة أنهم عارفين أنه هذا مواطن أمريكي يمني، مواطن أيضا جنسية يمنية، فبنشوف الآن. طبعا وفاته قريب يعني، فلحد الآن ما فيش تحرك، بس إن شاء الله بيكون عندنا تفاصيل إذا تواصلنا مع المسؤولين الأمريكيين، ولكن في النهاية توفى والله يرحمه، وهذا اللي حصل. وإن نعم. شاء الله نشوف. إذن رحمة الله، تخشى أن أقول لك أيضا مجددا تعازينا، وأيضا هي التعازي لأسر الشهداء الآخرين الذين قضوا في هذه الحادثة. شكرا لك سمر ناصر، الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك. بالعودة إليك دكتور، يعني نقاط كثيرة في هذا السياق. يتساءل كثيرون من يقف وراء وفاة اللواء طماح. هل يعني هناك من يقول أن موت اللواء طماح أزاح حاجز جنوبي من طريق المجلس الانتقالي، مجلس عيدروس وشذا، كما قلت لك أنه حتى لو في شخصيات عسكرية مع الحراك الجنوبي وهي تدربت في كليات عسكرية عقائدية، هذه يمكن التحاور معها إذا وجدت الدولة ووجد الحوار والأسس. هؤلاء لن يستمروا مع الحراك الجنوبي لأنهم رجال دولة ورجال جيش. لذلك لاحظ الشدادي يعني عندما يكون لديه عقيدة تحرك إلى بناء جيش وطني. هذا الشخص أيضا ترك الولايات المتحدة الأمريكية، كان في رغد العيش، مواطن يعتبر أهم مواطنة في العالم، وعاد إلى الوطن استجابة للنداء. نحن أنا طبعا أشعر بأسف أنه أطلب منها، ورغم أنه كنت محباش تكون محايدة، هي ناشطة، لكن ليس هنالك حياد مع الوطن. نحن يعني حتى في الناشطة تحدثت ليست لديها معلومات عن ذلك، ليس معلومات. هو طيب يعني هي هو نقطة أيضا دكتور، أنا أقصد هل من أقصد يعني أقصد هل من المنطقي أو من المقبول أن يكون رئيس دائرة يعني رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية لديه جنسية أخرى أساسا؟ هو لازم نرجع هو طبعا رئيس الجمهورية لا يجوز له ذلك أن يكون مزوج بأجنبية وغيره. أعتقد أنه أنا لما يعني في سياق هذه المعلومة الجديدة التي عرفناها حتى الآن، بغض النظر عن في الأخير هو قائد عسكري، والقانون اليمني يسمح بتعدد الجنسية بالتعدد، لكن هل المنصب هذا موجود في الدستور؟ لا تحضرني الآن المواد، لكن بغض النظر لا يهمنا، احنا قلنا فقط نستفيد من هذا الهدف لكشف وتعرية يعني لأخ يعني لكشف يعني دم الرجل، يعني دم الرجل هذا ربما يفتح يجب لنا أن لا يعني نحن نستطيع نحرك هذا الملف كمواطن أمريكي يكتشف ما الذي حدث. رئيس الصومال كان مواطنا أمريكيا، كان مع الدفاع المدني في نيويورك، بالتالي يعني وهو طلع إلى رئيس الصومال، فالرجل يعني طالما أنه مع الولايات المتحدة ومواطن تستطيع يتحرك الجالية أو المنظمة الناشطة على الأقل لكشف ملابسات الحادث. أما بالنسبة أنا لا أتحدث بمؤامرة الإمارة، يعني أنا أضيق جدا عندما أسمع هذا الكلام، يعني صدقني أشعر بالتعب عندما يطلب مني حد من الناشطين ولا من السياسيين أن نتحدث. يعني كيف نتحدث؟ طيب هل يمكن لهؤلاء أن يبرروا أن يعني كيف لا يوجد حتى مسألة دفاع مدني أو إسعاف في القاعدة العسكرية؟ يعني لا يوجد هناك أيضا ما يمكن تأمين هذه القاعدة العسكرية أيضا؟ وليش ما يكونش مثلا صفي في إبرة، في إحنا كنا المخابرات صفيك في إبرة، يصفيك بإهمال مع المغذية شيء. نحن ما نتهمش حد، بس لابد من تحقيق، لابد من تحقيق على كيف يعني من 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 خلال لجنة مستقلة، إعلان ملابسات يعني ملابسة الحادث بلجنة طبية مستقلة ليس تابعة الإمارات ولا من الأطباء اللي في عدن اللي هم تحت الضغط الإماراتي. لكن أنا الفكرة كنت أحب أقولها، أنا أضيق عندما أسمع الآن من اليمنيين عندما يسمعوا يفتكروا إحنا سياسيين. أنا لست حزبيا ولا أنتمي لحزب، وأنا أكاديمي يمني، لكن عندما أرى ما تفعله الإمارات في اليمن عندنا أريد إثبات. يعني عندما أشاهد بلدي يتقسم، سقطرة تؤخذ، ميناء المخا يفصل عن تعز، تعز محاصرة، جيشنا في مأرب واقف، رئيس الجمهورية ممنوع من العودة، حكومة يعني عبارة عن سكرتارية، ما الدليل؟ أي ضابط أو 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 رجل وطني؟ عندما شاهدنا آخر المقابلات لرجال المقاومة الجنوبية كيف تم إغراءهم، عندما تعرف أن كل القيادات في عدن يعني أسرهم في الإمارات رهائن،
يعني هل نحن بحاجة إلى إثبات أكثر من ذلك؟ هل ننتظر؟ أنا السلطة الشرعية من أين تبدأ؟ تبدأ يعني عندما رئيس الجمهورية الآن، أنا أطلب، لا نطلب من رئيس الجمهورية، نطلب من القوى الوطنية اليمنية التحرك كتلة تاريخية، نطلب من الأحزاب السياسية الانفصال والذهاب للداخل وإيجاد مشروع آخر. رئيس الجمهورية أغرقنا، رئيس الجمهورية أغرق البلد ودمرها، رئيس الجمهورية يعني سلمنا للإمارات، رئيس يعني الآن نحن، أنا كنت زمان أتحدث السلطة الشرعية وعليهم وعليهم، يعني أنا أوجه خطاب لميت، أوجه خطاب لشخص يعني ليس لديه استراتيجية، أوجه خطاب لشخص فقط مشغول بالتعيينات ومشغول بمصالحه الشخصية، رجل عايش في الرياض، رجل يعني البلد تضيع من تحت يديه وهو يتحدث لي عن مخرجات الحوار، رجل قابلناه وأحبطنا بعد مقابلته، علينا أن نتحرك الآن. هذه السلطة الشرعية لا ننتظر منها، ينبغي أن نشكل عليها ضغط، فقط هي كبري عبور، كبري، نحن لا نطالب أنها غير شرعية، هي شرعية، هي كبري مرور، لكن بعثرتنا، علينا أن نوجد حولها مجموعة من مراكز القوى والجماعات التكتل السياسي لندعمها ونخرجها ونمر من خلالها. لا وهم الآن يسمعوك بكل تأكيد. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، في أمان الله.